نحتاج أن ننتظر ما الذي سيحدث في مؤتمر الحزب الجمهوري في ملواكي. في الحقيقة في الساعات الأولى بعد محاولة الاغتيال ظهر حتى بين بعض المشرعين الجمهوريين دعوات استفزازية، يعني من خلال السوشيال ميديا وما إليه، فتح تحقيق واتهام بايدن أنه أو الديمقراطيين أنهم الذين صنعوا جو الاستقطاب هذا وما إليه. لكنه البارحة يعني ما قاله مايك جونسون زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب يعني يبدو شيئا مطمئنا وإيجابيا، وقال إن يعني علينا أن نخفض مستوى الحدة في الخطاب السياسي. مايك جونسون مقرب من ترامب، يعتبر من الجمهوريين المتشددين. هناك أيضا دعوة بايدن بتخفيض حدة الخطاب، فربما يعني هذا أنه نعم المؤثرين المتنفذين في الجانبين يريدون يعني نزع فتيل هذا الخطاب المتصاعد الذي قد يؤدي إلى العنف. لكنه في آخر المطاف نحتاج أن نسمع لخطاب ترامب، ربما سيكون غدا، يعني لحد الآن ليس محددا، في يعني بعد إعلانه من هو نائب رئيسه، ثم الخطاب الذي يلقيه المرشح بعد أن يصبح رسميا. هذا هو الأساسي، يعني من نعم الصعب ضبط ترامب بخطاب يقرره الحزب الجمهوري. هو الذي يقرر خطاب الحزب الجمهوري الآن، خصوصا يعني بعد حادثة الاغتيال وسلوكه فيها الذي بدأ استثنائيا ومثيرا للإعجاب بين الجمهوريين. هل ممكن أن نتوقع عندما يغير خطابه بأنه يكون خطاب وحدة أكثر من أنه تصعيد سياسي ضد المرشحين؟ خطاب وحدة عن ماذا ممكن أن يتحدث؟ يعني ممكن أن يشير إلى الدولة العميقة مرة أخرى، ممكن أن يشير في خطابه أيضا إلى تواجد الولايات المتحدة مثلا في حلف الناتو والوضع الاقتصادي وما إلى ذلك، أم مستبعد؟ يعني خطاب الوحدة في موسم انتخابي صعب، نحن نتحدث عن تنافس انتخابي وكل فريق يعني سيظهر الفريق الآخر على أنه فاشل وما إليه. هذا يختلف عن خطاب التصعيد والاستفزاز، بمعنى إذا بقي ترامب على خطابه القديم من دون ربط محاولة الاغتيال، أعتقد هذه هي النقطة المهمة التي نحتاج أن نراقبها. إذا تعاطى مع عملية الاغتيال على أنها عملية فردية لشخص متشدد مخبول يعاني من مشاكل نفسية، بمعنى يشخصنها، فهذا معناته ذاهب باتجاه ما يسمى خطاب الوحدة، بمعنى أنه لا يربطها بالحزب الديمقراطي ولا بخطاب الحزب الديمقراطي وما إليه، ويبقى على خطابه القديم الناقد للديمقراطيين ويعني اتهامهم بكل فشل ممكن. هذا يعني نزع الفتيل هو أن لا يستثمر سياسيا هذا الاغتيال، محاولة الاغتيال السياسية، وتصويرها على أنها جزء من حالة عامة شارك الديمقراطيون في صناعتها. إذا قام بهذا سيرد الطرف الآخر الديمقراطيون، وأدلتهم بهذا الصدد كثيرة. يعني هو هدد، قال إذا أنا لا أنتخب ستكون هناك حمام دم، معروفة قضيته بالكونغرس، اقتحام الكونغرس، يعني خطابه فيه الكثير من الاستفزاز. هو الذي سيقرر، وأعتقد يعني خطابه في المؤتمر المقبل اليوم الذي سيفتتح سيحدد هذه المسارات. نعم. لأنه الطرف الآخر لن يسكت. هناك يعني حسب أيضا دراسة مؤسسة هيريتج لعام 2025، وذكر بأنه الرئيس ترامب ليس لديه علم طبعا بهذه الدراسة، ولكن شاهدنا يوم أمس بأنه بعض الديمقراطيين بدأوا يتحولون بقناعة إلى أنهم يرشحون دونالد ترامب، خصوصا بعد الحادثة الأخيرة. كيف يمكن أن يقرأ هذا التحول في الشارع الأمريكي؟ يعني مشروع 2025 مستحيل ألا يكون ترامب يعرف به، الكثير من العاملين في إدارته اشتغلوا على هذا المشروع، وهيريتج قدمت هذا المشروع في 2016 2017 له، يعني الآن تحديث جديد عليه، وهو نفذ حدود ثلثي الاقتراحات التي قدمتها الهيريتج فاونديشن، فهو يعرف به بالتأكيد. هل يعرف به بالتفصيل؟ هذا شيء آخر، نحن نتحدث عن 900 صفحة من المقترحات، بالتأكيد هو لم يقرأها، لكنه يعرف بهذا. هو زار مؤسسة هيريتج، وهي مؤسسة يمينية معروفة قريبة مما يفكر فيه المحافظون وما يفكر فيه دونالد ترامب.
أنا بتصوري يعني الأيام المقبلة هي لصالح الجمهوريين ولصالح ترامب بالذات، ربما بين المتأرجحين هو سيفوز بالمزيد، سيقوي من قاعدته الانتخابية. الآن الكرة يعني في ملعب الديمقراطيين. أعتقد تصريح بايدن أنه في خلال هذه الأيام سيتحدث ويتناقش بخصوص مستقبله السياسي قد تشير إلى تحول. ما قد يخفف الاستقطاب هو تنحي بايدن والمجيء بمرشح جمهوري، عفوا مرشح ديمقراطي جديد. الرجلان الاثنان يتعاملان بقدر من ثأرية في الخطاب، لأنهما تنافسا في 2020 لم يقر ترامب بهزيمته، الآن يعودان للتنافس من جديد، والاثنان يعني لديهما حس أنه بالانتصار على الطرف الآخر يعني تصحيحا لما حدث في 2020. هذه المرة يقول بايدن إذا أنا فزت أريدك أن تقر بفوزي، فيما ترامب يقول تلك كانت انتخابات مزورة وسنصحح الأشياء هنا. فكونهم تنافسا في السابق يضيف لجو الاستقطاب، خروج بايدن يساعد على نزع فتيل بعض هذا ولكن الاستقطاب. بايدن غير قابل للمناقشة الآن في مسألة خروجه من هذا السباق، إلا إذا كانت في معجزة كما يقول، يعني هي من تجعله يخرج عن هذا السباق. أنا بتصوري بعد حادثة اغتيال ترامب وما رشح، يعني من لا أتصور أن موقفه سيبقى كما هو. حظوظ ترامب الآن في تصاعد، الصورتان يعني صورة ترامب وهو جريح ويرفع يده بقوة غير متأثر، مقابل صورة بايدن الذي يتلعثم الذي يخطئ. يعني هذه الصورة، هذه المقارنة انتخابيا طيب، أعتقد ستكون سلبية جدا بحق الديمقراطيين. يعني هم يعني يقولون من سيضيع أطلق البيت الأبيض. عليه النار هو مرشح الولايات المتحدة، ولكن من قام وهو يؤشر بيديه هو رئيس الولايات المتحدة. أريد أن أسألك سؤال أخير دكتور عقيل، لماذا يعتبر ترامب خطرا على الديمقراطية الأمريكية كما يقول الديمقراطيون؟ يعني أنا أعتقد كثيرون حتى غير الديمقراطيين ربما يؤمنون بهذا. المشكلة هو لم يقر بانتخابات نتائج انتخابات 2000، حرض الناس على الدخول في الكونغرس ومنع تسليم السلطة. هناك أيضا أدلة موثقة أنه كان يفكر في التوقيع على قرار رئاسي أن يذهب الجيش الأمريكي ينزل إلى الشوارع ويصادر مكائن الانتخاب، يعني قصتها ظهرت وما إليه. يعني هو استهزاؤه بالديمقراطية، حتى في لقائه الأخير في المناظرة الرئاسية الأخيرة طلب منه بايدن أنه أن توافق على نتيجة الانتخابات سواء كنت فائزا أو خاسرا هذه المقبلة، رفض أن يقبل مقدما بهذا الموضوع، فضلا عن مشروع 2025 الذي يقول أنه لا صلة له به. فيه مقترحات حقيقة تقوض الديمقراطية الأمريكية، بينها يعني فصل عشرات الآلاف من الموظفين الاتحاديين وجلب موظفين جدد ينتمون إلى الحزب الجمهوري وينتمون إلى نظرته بخصوص الولايات المتحدة، إلغاء مؤسسات مستقلة وما إليه. أنا بتصوري هو فعلا خطر على الديمقراطية، الأشياء التي يقولها والتي فعلها في المنصب لا يمكن أن تأتي من شخص يؤمن بالديمقراطية الأمريكية كما نفهمها. طيب، سؤال أيضا إذا سمح لي الوقت. نحن نتحدث عن مسألة الديمقراطية، أنا لا أريد أن أدخل في فكرة نظرية المؤامرة أو نروج لها، ولكن هناك مسلسل كرتوني شهير للولايات المتحدة، ذا سيمبسون، عائلة ذا سيمبسون. كل ما تتحدث عنه في السنوات الماضية، نتحدث من يوم ما بدأ البث في تسعينات القرن الماضي، كلها أتت تباعا مع الزمن بأنها تتحقق سواء على صعيد تكنولوجي وأيضا على صعيد سياسي. هذا المسلسل هو يتنبأ أو يدرس المجتمع الأمريكي بكل معطياته بأنه قد تدخل الولايات المتحدة في حرب أهلية إذا استمر هذا الاستقطاب الجمهوري الديمقراطي. أنا أحب أسمع تعليقك بما أنك موجود في واشنطن، يعني بصرف النظر عن ما يتم التداول حول هذا المسلسل. طبعا المسلسل ممتع في سياقه لأنه يعني ينتبه لحالات عميقة في المجتمع الأمريكي، لا بخصوص الحرب الأهلية. الولايات المتحدة بعيدة جدا عن موضوع الحرب الأهلية وما إليه. أعتقد الذي حدث هو مؤخرا ربما أهمية دونالد ترامب السياسية، هو أنه نبهنا في 2016
عن وجود جمهور غاضب جدا وغير ممثل في السياسة، وعلى الطبقة السياسية التقليدية أن نعم تنتبه لمطامحه ومشاكله. هذا نعم مهم، هذا الجمهور بعضه متطرف، هذا صحيح يحتاج إلى انتباه والتعاطي مع مشاكل. هذه هي أهمية دونالد ترامب. المشكلة هو يقترح حلولا خارج القانون يعني يستخدم هذا الخطاب التعبوي نعم والشعبوي، هذه هي الإشكالية. فأنا أستبعد تماما هذا سيناريو. الحرب الأهلية في الولايات المتحدة بعيد جدا عن الواقع، نعم المجتمع أكثر رسوخا والمؤسسات أكثر رسوخا في هذا البلد مما نتصور. شكرا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.